كل يوم من الاثنين للجمعه على شاشه الام تي في الساعه 7 عم بتكونوا مع من كل ميله عائله، برنامج مسلي، اسئله لذيذه، وعائلتين عم يتنافسوا لربح الجائزه. من كل ميله عائله، اخراج جابرييل نبيل المر، وتقديم ميشيل ابو سليمان. اجواء ممتعه مع ميشيل ابو سليمان، ومنتجه منفذه ناي نفع. خلينا نشوف بعض النشاط. زلفا، ارجعي ذكريني شو بتعملي. اسعد، ست بيت، هوايتي بحب المشي. بتحب المشي، اهلا وسهلا. وفاء، كمان ست بيت، عندي عائله بتجنن. الله يخليك. ثلاث صبايا وثلاث شباب. اسم الله. وثمان احفاد الحمد لله. اسم الله، يعني كلهم عملتيهم على بكير. الحمد لله. شو هواياتي؟ هواياتي بتعرف اعمل الاكل للاولاد وعزايم و الله يخليكي بصحتك يا رب. مستعدين؟ زلفا، وفاء، الجولة الأولى. ركزوا منيح، سمي شيء لازم تبلغ السن القانوني لتعمله. إليك زلفا. دفتر سواقة. دفتر سواقة، السواقة يعني. هات نشوف إذا في القيادة. ثاني أفضل جواب. برافو. إذا عندك أفضل وفاء بروح السؤال لعندكم. الزواج. الزواج؟ نعم، ارتباط. الارتباط. يعني ينكتب كتابه الشخص حسب. أوكي، هات نشوف إذا موجود. ثالث أفضل جواب بروح السؤال لعائلة أسعد. إليان، سمي شيء لازم تبلغ سن القانوني لتعمله. انتخابات. الانتخابات، بنشوف الانتخابات. موجودة وأفضل جواب. برافو إليان. للوس، سمي شيء لازم تبلغ السن القانوني لتعمله. اسحب قرض. هات نشوف القرض إذا موجود. مش موجود للأسف. الياس. أجواء ممتعة بمن كل ميلة عائلة على شاشة الام تي في كل يوم من الاثنين للجمعة الساعة 7. نحن بام تي في الايف رح نتابع احنا وياكم مع مواضيعنا العديدة والمتنوعة. بعد لحظات بنكون مع فاميلي. بفاميلي اليوم رح نحكي عن الأولاد، أولاد الأشخاص المطلقين خلال عطلة الصيفية، كيف ممكن أن يكونوا عم يمضوا الصيفية، مع مين وبأي أجواء، وإذا كان لازم يمضوا الصيفية مع الأم أو مع الأب، أو بتبقى النمط هو نمط الشتوية والمدرسة نفسه ولا بيتغير. أكيد منشوف مع الاختصاصيين.